أنا لم أقال ولم يتكلم أحد. هناك يمكن شخص يمكن اجتهد في إقالة ديالي، فلم أنا من باش نوضح الأمور حضرت يوم أحد بعد المقابلة عند السيد الرئيس، لقيتهم هم ليسوا مسؤولين وطلبوا مني مباشرة العمل. فأنا كما تكلمت مع السيد راحي ولا السي أحمد الإخوان ديال المكتب المسير، قلت لهم كنتوا تشوفوا أنتم أن يعني خلق لكم مشكل، فمن الآن أنتم تستحقوا. زينا 10 مقابلات، باقا 10 مقابلات، كاين شي مدرب آخر اللي يعطي إضافة أخرى. إذا بغينا نديروا الإحصاء، 10 مقابلات اللي جريت أنا الحمد لله جبنا فيها 11 نقطة، سجلنا في اكثر، لان ملي جيت لقيت فريق اضعف هجوم. الان احنا سجلنا 10 اصابات، حملنا عدد عناصر شابه اللي جبناها اللي تساعد النادي، وكان انسيستي على بان هاد اللاعبين كلهم مستقبل الفريق بدون مقابل جبناهم. فإلى شفنا الحصيله فهي اكثر من ايجابيه، فما يمكنش انت في استعلاء الفتح الرباطي وكنشوف القوه ديال الفتح ونهزمه بطريقه اللي ما كناش نستحقوها وتنوض بالبيع، فهذا يسيء للنادي ويسيء للجميع. فلحد الساعه طلبني السيد رئيس باش المهام ديالي المكتب كله تقريبا. الا كان داك الشخص باغيني نمشي فهذاك تيبقى شغلو، انا عندي عقد مع الفريق، عندي عقد مع المبادئ ديالي. فإذا كنت أسيء للنادي أنا الأول سأغادر النادي، ما عنديش، ما كنلصقش الكراسي. أو كما بعض الأشخاص طلبوا قالوا بأنني طلبت مبلغ مالي، أنا سنتحدى شي واحد طلب شي مبلغ. ناس من نوعية المدربين اللي كيطلبوا المبالغ عند الإقالة. فإذا بغى النادي وتيشوف مصلحة الفريق، وأنا كل شيء عارف يعني المحبة ديال هذا الفريق هذا، إذا كنت أسيء للنادي فمرحبا. حتى المدرب جي نعاونوه، نعطوه جميع يعني ما يملك النادي من الوسائل التقنيه ولا يعني الوسائل الفرديه ديال اللاعبين. حنا مشينا باش باش نخدموا ونستغلوا الظروف، حنا نفس من النوع هذا. فلهذا تكلمت مع الاخوان المكتب، قالوا لي بان لم يكن هناك اجتماع ولم يعني يحددوا يعني الاقاله كما قال. فلهذا حنايا الحمد لله الى 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 بغيتي نشوفوا، انا ملي جيت للنادي لقيت عندنا 9 نقاط الحمد لله. حنايا عندنا جبنا 11 نقطة وحملنا عدة لاعبين، ولات عندنا فريق اللي كيلعب الكرة ولم ننهزم في الميدان ديالنا. دونك سي دي تريك بوزيتيف. إذا كان شي واحد يشوف الغير فهذاك سيبقى شغلو.